انا حصل سؤال يعني بالعكس شويه، هل يعني الدعاء دول لو طلعوا في الستينيات من القرن اللي فات أيوة. كان هيبقى لهم نفس المردود اللي موجود دلوقتي؟ تمام. اعتقد لا. أيوة. اعتقد لا. ليه؟ يعني. لان المجتمع كان محصنا ثقافيا ودينيا بما لا يدع انصاف المثقفين دينيا اللي هم الدعاء، لان كلهم ما عندهمش ثقافه دينيه، هم بيقولوا كلام زي ما الاستاذ وائل بيقول تنميه بشريه. فالمجتمع هو الذي سمح لهؤلاء نتيجه لرده دينيه ورده ثقافيه وجمود المؤسسات الدينيه زي ما حضرتك بتقولي. لكن انا وجهه نظري مش هيختفوا، هم ابتدوا يختفوا لان لعبه الدين والبزنس اتكشفت قوي في عام الاخوان واللي قبليها واللي بعديها والقنوات اللي انتشرت كانتشار النار في الهشيم. وان احنا كناس مثقفين وناس صناع فن وزي حد زي الاستاذ وائل زي الاستاذ ابراهيم عيسى، احنا عملنا الداعيه، احنا طبعاً تنبهنا للخطر الدعاية. صحيح. تنبهنا للخطر والرئيس نفسه تنبه للخطر لما كل شويه يقول تجديد الخطاب الديني تجديد. عشان ما يديش فرصه لدول. فدول هم في طريقهم الى الانزواء، لكن علينا جميعا ان نحارب هذه الظاهره اللي هي تتمسح بالدين وهي مجرد بيزنس بيعمله من وراء الملايين. دكتور بدحت، حضرتك طرحت نقطة في غاية الأهمية وأيضا هي موجودة في كتاب الأستاذ وائل لطفي، بس أنا بتصور الحقيقة أنه طرح وائل ليها فيها التجني على المثقف. خليك معايا بقى في اللي أنا هقوله ده يا دكتور مدحت. طب اتفضل. أستاذ وائل بيقول بل أقر في كتابه أنه دور المثقف انتهى بالرحيل المتتالي لمثقفي جيل الستينيات، وانتهى دور المثقف القادر على مخاطبة الجماهير وصياغة الوعي، ولذلك ظهر الدعاء الجدد. انا مش عارف توقعك في الاستاذ مدحت. انا هرد عن وائل. اتفضل. انا هرد عن وائل. لا هو السؤال ليك على فكره مش لوائل. ما انا عارف ان السؤال ليا، بس انا عارف قصد وائل. المثقف مش موجود دلوقتي. لا 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 مش كده، هناك مناخ يمنح للمثقف دورا تنويريا. أيه. وهناك مناخ يخاف من المثقف ومش عايزه يبقى موجود. مصر هيفضل فيها مثقفين وتنويريين، لكن هل انت كمناخ ثقافي عام بتسمح بدول تطلعوا في الاعلام يتكلموا؟ هل عندك نجمك المفضل؟ هل عندك طه حسين يطلع فيناقشوا يوسف ادريس ومحمود امين العالم؟ هل عندك ده؟ لو عندك ده هتلاقي مليون مثقف طالعين وبتكلموا. لو ما عندكيش يبقى المثقف هيقعد في بيتهم ومش هيبقى ده. اعتقد ان ده اللي يقصده الاستاذ وائل، ليس هناك المناخ الذي يسمح بان المثقفين يعدوا دورهم. انا املك ايه؟ انا يا استاذ انا املك ايه غير فكر؟ املك ايه غير فكر عايز اطرحه؟ اذا لم اطرح هذا الفكر من خلال اعلام، فالفكر ده هيفضل حبيس كتاب واحنا شعب ما بيقراش. وبالتالي طول الوقت لازم نبقى فاهمين ان المثقف دوره يخدم عليه الاعلام. طيب معنى كده انه شايف حضرتك انه اللي حصل لظهور وصعود الدعاء الجدد نتيجه فراغ عدم وجود المثقف؟ طبعا فراغ وعمليه غسيل مخ غير طبيعي، 40 سنه من غسيل المخ ان الدين قيمته الحقيقيه كثوره مش موجوده. الدين في انت بتلبس ايه فوق راسك وجلابيتك قصيره ازاي، وده البيزنس. هو ده البيزنس وهيقول لي صلي ازاي؟ مش هيقول لي. فالبيزنس ده بيجي من هذه الاشياء. طيب المثقف معنى كلام حضرتك دكتور مدحت ان المثقف موجود ولكن طبعاً المناخ لا يسمح له بالوجود او بالتواجد او بالتاثير طبعاً على وعي المجتمع؟ طبعا متاكد انه موجود، ونحن جميعا نعرف المثقفين، واقدر اقول لك مليون مثقف مصري على قدر كبير جدا جدا من التنوير وناس مثقفين وكله، بس دول بنشوفهم فين؟ شوف في اعداد خاصه، لكن الاعلام ما بيطلعهمش، وبالتالي هيفضلوا مستخبيين. تمام. بشكرك فندم، بشكرك دكتور مدحت.